لاعب في مقطع بنحط المقطع تمام. يقول لك الجد الله الله عليه الله. ايه في البرنامج ما عندنا احد يرمي حاجه ويمشي يخلي الجمهور يتقابعون ويساءة الظن وندخل في مولات احنا في غنى عنها. اذا كانت هذه الطريقه وهذا الاسلوب يعني تشوف انه في فتره مشى اليوم ما راح يمشي تمام. لازم نحافظ على كل شخص موجود هنا في البرنامج. الى احمد العوض والى فيصل بن طلال اي احد عنده رد الكوفي شروم مفتوح والاتصال لاحمد العوض مفتوح الى نهايه الحلقه. كفو نشوف الفيديو ونرجع من جديد لان هذا الموضوع ما يمزح فيه. انت متنابش مع شخص مكانته بالبرنامج او بالقناه ايوه يعتبر الثاني متنابش معه. وش معنى متنابش مع مين؟ متنابش مع لا تنسى وش معنى ما قلت قل اسمه. هو يعتبر الثاني هنا غير الاداره وغير زي كذا يعني هذا هو المقطع. نفند على الواضح اول رجل الاستاذ الشيخ ابراهيم الحسين، ثاني رجل صالح ابراهيم الحسين، ثالث شخص المشرف سامي الجعوني ومن بعد ذلك بقيه التيم. هي واحده من الثنتين فيصل، يا عندك مشكله مع سامي يا عندك مشكله مع صالح تمام. احمد يلقن وفيصل يسكت وكانه يقول ايه فعلا انه في شيء لا ما ادري يمكن صار حصل او ما حصل. ليش الناس تدخل في اتهام وتشكيك وسب ودائما ناخذ زاويه اللي انا إيه انا المسكين اللي انا ابعد. انت يا فيصل اذا في كثير من المواقف ابتعدت عنها هذا الموضوع بيقعد في ذمتك. كل سب كل شتيمه كل سوء ظن اتجه لاي احد من هذول الاشغال من هذول الاشخاص انت مسؤول عنه. يعني يا جماعه انا ما ادري انت في برنامج وهناك من يسقط ويحاول انه يدس السم بالعسل وتقبل وترضى على الناس اللي انت متواجد معهم. انا ما عندي مشكله ترى في بدون تحيز انتقدنا الجميع. عايض انتقد سامي وزي العسل وحتى سامي ما دخل معانا في اتصال ولا شيء بالعكس ان كانت اخطاء راح تعدل وما كان الكلام هذا صحيح ما راح يؤخذ فيه. لكن كمقدم وكمتسابق تجي وترمون التهم جزافه وتخلون الناس فيما بينهم يتكلمون هذه مصيبه. أباض حط لي على الكوفي شروم عند فيصل إذا عنده تبرير ولا هو معناته أنه قبل هذا الشيء مع أحمد. يا ينفي يا يؤكد الإشكالية مع مين. لكن الكلام طلع على البث يطلع على البث. تفضل سالم. سلام أولا طيب عطنا فيصل معليش سالم بسمع الرد من فيصل. ممكن يا هلا ومرحبا حياك الله فيصل. الله يبقيك يطول بعمرك. الله يحييك. في البداية لازم تعرف زي ما احنا حافظنا على اي احد متسابقين انا لازم احافظ على فيصل زي المتسابقين. ما راح اخليك تطلع بهذا المنظر والموضوع ياكل ويشرب. بيض الله وجهك. شوف هذا الامر الاول اللي لازم تفهمه بالنسبه لاحمد العوض. بيض الله وجهك. انا لازم اكون صريح وواضح. انا ما فهمت وش هو يبي. سم والله العظيم كلامه ومقصد كلامه ما ادري وش هو يبي. ما ادري وش مقصده في الكلام. يبي محتوى على حسكم من الاخر. لا 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 ما ادري عنه بسلامته. انا اقول لك انا ادري انا ادري والله ما ادري عنه بسلامته. لكن في كل الاحوال ما به مشاكل لا بيني وبين الاداره ولا بيني وبين صالح الحسين الله يطول بعمره ولا الولد صالح ولا ابو يارا. بالله لا بالله الامور سليمه ومستتبه يلا لك الحمد. طيب يا فيصل بالنسبه لكلامه والله ما ادري عنه بسلامته. فيصل هو مقدم عنده محاور ويمكن يبي يظهر جانب شو على قولتهم ما ادري عنه. وانت قتلت الشو عليه. طيب فيصل بقتل كل شيء. هل في احد صريح. شوف يعني انا في هذه المداخله انا جدي الى اعلى مستوى. هل في احد املى عليك في هذه المداخله او هل في احد اعطاك ايعاز او يعني بأي شكل من الأشكال؟ أنا كنت راقد وقمت على اسمي الصدق. يا حظي سمعت صوتي باسمك يعني. يا ليش يعني؟ هذا شفت ما يحب يمدح بس باز على اسمعني. تفضل يا علي بس عشان لا بس عشان نوضح في النهاية لازم أنا أحافظ عليك كمتسابق. ما أحب أمدح. ما تحب تمدحني. أنتوا طايحين. لا والله طايحين في حركة المتصنع الأشياء ذي المصطلح هذي. لا 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 بسم الله عليك. والله لا والله العظيم يعني اظهروا من ذا الشيء خلاص تبقطت كبود. تبقط بسم الله عليك. كبدك ولا كبودكم تفرق؟
والله انه كلنا كلكم قاعد ينكر. اي لا حول ولا قوه الا بالله. اي كل ابونا خلاص عاد تدري ان هذا الهدف اللي احنا بغيناه وصلنا له. يلا لك الحمد. تفضل يا علي. الحمد لله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ترى ما اسمعك استاذ علي. صباح الخير حبيبي. صباحك الله. المحور هذا كنا حريصين كل الحرص عليه. ليش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نبغى نوقف اللغط اللي صار في التغريده لان لما غرد حساب القناه ونزل فيديو اللغط اللي صار مع فيصل. خل موضوع احمد العوض برجع له بعد شويه لانه ما هي بحلو بحق فيصل وصول التشكيك بإعاز من مقدم. بإعاز؟ بإعاز يعني اللي واضح لنا في الفيديو في البدايه لما جينا كان المقدم جالس يقول لك ايوه انت عندك مشكله ايوه انت تقول ايوه. هذا اللي واضح لنا. هذا اللي واضح. ما فهمت ايش قلبي. فيصل فيصل طبيعي. فيصل حبيبي ايه. انا انت الان تبررت. احنا نشرح لك رده فعلنا اول ما شفنا المقطع. طيب. فانا كنت زعلان لاني دخلت التغريده اشوف سب وشتم لرئيس مجلس الاداره ابراهيم حسين، نائب رئيس مجلس الاداره صالح حسين رئيس تنفيذي، سامي الجعوني، بدر حسين، الشباب الاداره. ليش الدخول في الذمم؟ احنا وصلنا مرحله اللهم لك الحمد من اداره ومقدمين مرتاحين امورنا تمام، ما في اي موضوع تشكيك في مساله الاداره ومن ذا الكلام، المتسابقين نفسه عاير لما طلع وتلفظ على سامي ما جابه طبيعي حقه ورده ورايه اللي يقوله كمتسابق، لكن مقدم عندي في القناة وتقول هالكلام علي كإدارة هنا مشكلة. والمتسابق شريك معك لا هنا احنا نبغى نوضح شغلة معينة. انا والله استأت من المقطع. الحمد لله انك انت دخلت ووضحت وبررت ان مالك دخل وانت الموضوع. احمد العوض اتوقع ان احنا احمد العوض انا بعلق عليه الحالة بعد شوية بس اخلص مداخلتك. يمكن انا شوف عليه ملاحظات الصدق من اغلب الشباب. خليه يتكلم. خليني بكون صريح. عليه ملاحظات من اكثر من الشباب في توزيع النقاط ظني ايوه او ما الى ذلك. امور واجد وغير شلون لا 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 تحس انه مستهتر فيكم. لا مو مستهتر يمكن يعني ما في جديه. ما في جديه يمكن صحيح يمكن ما ادري في تقديمه يمكن ما هو بعض الاحيان يهبد اللي في راسه على طول. اي اي معلومه تشطف الراس يعطيه حتى تشخيص طبيب مريح اليوم ضايقتني. اي والله جاك تكشاك صح. اي خلني اقول لك فيصل وش يعني التصور اللي صار قراءه المشهد. اي ما اعرف شخصيه فيصل انا. ذيبان يبغى يسويها مع ذيبان ده. ذيبان هذا مسلك من الدرجه الفايف ستار يعطيك جو كذا الله يرضى رجل لطيف ودود يعني ومعشار الله لانه لو قال لا هو معطي نقاط. لا لا هو ايه لا انتبه من اللطيف. هو جاي بفهمه يا ابو منصور. لبيك اقول انتبه اتقي شر الحليم اذا غضب. الله يرضى عليك. لا ان شاء الله والله صدق. فجاء احمد جاء هذا المقدم قال يا ابو طلال انا بسوي معك كذا كذا. هذا قايم الظهر اصلا ما له خلق الفقره ما حضر الاولى واستمر فيصل ترى جمهورك بيجيب لك النقاط. امتنع من ذا المطبخ اللي قاعد نسوي فيك المصايب لا عد تحضر. لا لا بس لا تسوي مشاكل. لا 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 ما خلني اعلمك. يلا لك الحمد ما بها مشاكل. قال انا بسوي معك كذا يا فيصل. قال فيصل اوكي اوكي. نسى فيصل ما ادري ايش السبب. جاء على الهوا ذا بعد وحاقها. فيصل مشى الليله يحسب الدعوه سهله. فيصل لازم تعرف ان عندك جمهور يعني يدخلون في كذا مو يضل وجيههم راحوا يسبون الرجال وين بيه. لا لا الله يبيض الله يرضى عليك. انا من ذا المنبر اشكر جمهور. لا لا في الواقع لا 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 تشكرهم. لا تشكرهم. لا بس انصحهم انصحهم لا تشكرهم. اول شيء وش انصحهم فيه؟ خلني اعلمك احنا مثل ما قلنا احنا يا اخوان احنا كمقدمين نقاد احنا نشيل الليل ما عندنا مناعه ما نشوف هم سووا وسووا شيء مليون ولا تلفظوا على تكلموا على التشكيك ورئيس التنفيذي والتشكيك وسامي ضد فيصل ونحن ضد ما ادري وش وانتم تضغطون على فيصل. لا لا انت وفيصل ما حد جاه ولا اصلا نايم. انت صار لكم فتره انا بكون معك. اي لكن في النهايه صار لكم فتره. اسمعني اسمعني انت وياه اسمعني الله يرحم والديك. خير خير ابوي صادمينك احنا مو بحادث ترى فيصل نقاش. صار لكم فتره يا اخوي تجيبون طاري فيصل وتجيبون خلاص توكل على الله. لا لا تدبلوا كيف توكل. لا لا مو الرجال طفشان. لا يا اخو ما انا طفشان. ماني جاي ندافع عنا وناخذ حقنا. لا تتكلم كلام احنا مزعجينك يا كريستيانو رونالدو ما درينا عنك احنا عشان الرجال بس. لا لا تكلم مع جمهورك ذا اللي دخل على الناس. لا تجي مسوي انك متاذي. انت ما انت بعد على المحاور من يوم رجعت. خلاص عاد من يوم رجعت من الاجازه وانت ما انت بعد على المحاور وانت ما انت بعد عن بدون تحيز. يوم جبناك سويت نفسك مصدع.
الله امس تصفق وطلعت كل شيء ايدك راسك رجلك تبي تطلع معنا والحين سويت نفسك مصدع. لا ابي اطلع معكم والله اللي ما صدقت انت والله اللي ما صدقت اقول من يوم رجعت. لا لا في الطلوع ذي الله يشرفني. اسمعني 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 ان شاء الله. انتم بالنسبه لي خلاص يا رجل لكم كاعلاميين غاليين لكن في من ذا المنطقة انا ما جيت اطلب شيء يا فيصل. انا ما جيت اطلب شيء. ما تقولها لي فيصل. اتكلم معك باسلوب وتتكلم بادب وتقول لا 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 ما هي بزينه. فيصل طبعا حافظ شوي على الهدوء. فيصل ابو طلال حافظ على الهدوء. طيب تفضل فيصل. ترى احنا يوم طالبنا فيصل بالمداخله نبي نقف على الموضوع ونسمع منه خشية أن يكون وضع في الموقف الحرج لأن المشهد اللي قدامنا طلع. أحمد العوض يقول أنت متنابش مع واحد من الإدارة وفيصل عطى الإيحاء أنه في البداية يعني إيه يمكنني بس ما أبغى أعترف. ما قال لا يعني مش نجح الفكرة ونجح القصة. هذا اللي حضر أمامنا. دقيقة أبو هذا اللي حضر أمامنا صحيح. جميل وشفناه جمهورك يا فيصل إيه وجمهور البرنامج عفوا جمهور البرنامج أيوة. اتجه الى منحى مو بزين وبدا يشكك في الذمم وان الرجال هذاك مستحيل دائما يا اخي الكلام مو بيك الكلام الجمهور جمهوري ما بيختي والله ان جمهورك كنيه والله انت عارف متكبر جاي والله العظيم انك مغرور وانك شايف نفسك اللي ما فوقك صحيح صحيح وكلمتك اللي قبل شوي انت وياه الان احنا ندافع عنك ندافع عني لا ندافع عني لا لا ابو طلال غني فيصل. غني عندي ما تبغى خلاص لا يغششوني يغشش من الجاسي يغشش لا 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 ما حد توكل على الله. لا عاد جاسي يقول له غني غني اظهره 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 فيصل توكل على الله. ها فيصل تسمعني لبيك البيت حاجه مساله انه مثلا انا عندي قاعده جماهيريه مكونه من 20,000 فلاورز مو من الطبيعي اني بعرف كل خصائصهم انهم فعلا هل هم ملائكه نازلين من السماء معهم أجنحة بيضاء وطوق أخضر مكرس باللون الأحمر. مستحيل في المخطئ وفي المحسن صح ولا لا؟ صحيح. مسألة أنه في ناس أخطأوا بغض النظر جمهور فيصل جمهور مدحت جمهور الزمالك اللي هو أيا كان الجمهور أيوة. الفكرة في أنه المبدأ الأساسي في المحور قصدينا هل فيصل يوجد بينه وبين ثاني رجل في القناة مشكلة؟ لا خلاص انتهى السؤال. يعطيك العافية. تبي شيء يا قلبي؟ الله يعافيك سلامتك. معك نظام تقييم مع السلامة. أبي لا 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 اسمعني تفضل يا غالي. أبي أوضح كلامي يا أخوي. تفضل. بالنسبة للجمهور لا يندفع على أي شيء ولا جمهور أنت خليته يندفع. أنت خليته يندفع. إيحائك إيحائك وتنجيحك للقصة خليته يندفع. أنت مشارك الجمهور أنت مشارك الجمهور في اندفاعيته. وش علمك؟ لو سكت لو أنك جاوبت أحمد دعوة قلت لا ما بيني وبين احد مشكله يا احمد العوض كان الجمهور ما غررت انت غررت بجمهورك وجمهورك مدري ايش فيك تصايح ايش فيك تصايح بسم الله ليش تلعب علينا احنا كنا مستبعدين لكن واضح انا جايز لك هذه بس والله انا جايز لك ارخ صوتك هذا امر. الامر الثاني ارخ صوتك انا ما بيكم انت وياه لا يا الان ما بيكم هذا حقيقه فيصل هذا فيصل اللي تقولون هذا فيصل اللي دائما هذا فيصل يعني انا حاولت اعطيه يعني مساحه انه يقول شوف حركات الاطفال الطفولية اللي ما أدري متى أنا أوجه رسالة للجماهير. دقيقة يا فيصل دقيقة الله يعطيك العافية الله يعني أتوقع عند بعضكم مشكلة ما زالت ما انتهت تجيب أحد تحاول أنك أنت توضح صورة بعدين بلفظ إيه أنت وياه أنت وياه يعني ما أنت هذا اللي أنت قلته ولا أنت ولا أنا اللي قلته؟ سؤال وش قلت انت وياها انا ويا. رديت انا على كلمه لا 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 اسمع دقيقه انا ما شرت دقيقه امس طالع امس طالع في ماخذين لونك وانت تسوي كذا وتسوي كذا عموما ما عليه دقيقه ممكن اكمل الله يعطيك العافيه اي حلو تضحك وتستهبل عندك 18 ساعه اضحك واستهبل فيها لا تجي تضحك زي اخوياك الجالسين يضحكون حتى اكمل طيب انت اول مضحك امس على وشو
اضحك على الاسلوب على الاسلوب هذا لانه مضحك بالنسبه لي انا مضحك تدري انا يعني دائما في مثل هذه التصرفات اضحك لكن انا ممكن اضحك واتعاطى معك لما انا جالس اتكلم لما انا جالس اتكلم يعني مع شخص يعطيني الرد ما يستقر الرد من زملائه وجهه نظرك وضحت الله يعطيك العافيه وشكرا لك نحتاج اسامه العوض قبل اسامه انا اسامه احمد العوض ها ابو احمد العوض احمد العوض وش انا ودي انا اعلق الموضوع كان قبل شيء على فيصل طلال نبغى نعلق الان احمد العوض ها والله من المؤسف يا اخ احمد يا مقدمنا العزيز يا مقدم قناه الواقع الحبيب يا اخونا مساله التشكيك في الاداره لمساله فقط الشو من الواضح بعد ما دار من تبرير فيصل وما صار اليوم انك تبحث عن شو معين فقط لاظهار هذه الفقره وهم متفقين واضح انهم متفقين هو شوف هو من الواضح يعني ممكن متفقين وممكن لا قبل اتجاوز النقطه دي يعني تكلمت انا بلسان جمهور فيصل المتعصب اكثر واحد من جمهور فيصل المتعصبين يعني اللي مره ما مو بحاط له عذر زي ما حط لي انا صح وانا اقول انه مشى الموضوع بعدين انصدم واخر شيء اسمع اسمع انت وياه اسمع انا ماني بصادبك انا عشان تكلمني زي كذا انا ما غلطت عليك يا اخي انا واقف معك يا الربع الربع ذولا ما ادري هل هم ما يسمعون ولا هم في في مشكله يا اخواني غير طبيعيه فيصل هو اللي 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 الحين جاب صك البلاد صدق جاب شو اسمه اللي اكد ان الربع ذولا عندهم مشكله يعني انا قاعد ابرر لك يا رجل ما قلت اقدر اقول يعني لاني بتحسبني خايف من جمهورك ولاني والله العظيم مفكر فيهم بس انا عشان شخصك يا فيصل انا يعني عطيت ظن طيب صح. ولا يا رجال نقدر نجي يعني مثل ما قال سالم نقدر نجيبها من الاول نقول يا رجال انت سويت نفسك ما تدري عن اي شيء مثل مداخلاتك السابقه ولا اجي اسمع رجل. مثل مداخلاتك لما تسوي يعني بريء انا مين انا مين ها انا فيصل طلال علي أسأل. بينك وبين احد مشكله يا ساتر علي لازم الا صح شم ريحه بالبرنامج الله يخليه بس ما يصرف بدون ما شم ريحه يقول كذا نصدع فهمت الله يسعده بالسلامه يا فيصل ودي ارجع للنقطه الاساسيه احمد العوض يا احمد العوض ما قمت به الليله او اليوم الظهر او البارح ازبد مداخلتك مع فيصل طلال هي محاوله تشكيك مساله دفع هذا الامر لا تقبله الاداره اقسم بالله العظيم ان حتى سامي انصدم وكان لي اتصال اليوم كنت امازح اخوي بدر الحسين ابو عبد العزيز امازح اكلمه فيديو مع الشباب ابو ناصر ناصر محمد ناصر ويد بحيح محمد ايش كنت اكلم فيديو وهم طالعين الكشته فكان يقول يا اخي وش سالفه احمد العوض قلت والله ما ادري قال والله ما بيننا مشكله ولا اسولف اسالهم قال والله ما ارد عن ذا الموضوع ولا شيء فواضح انه الموضوع يعني فقاعه صابون من احمد العوض للاسف والله العظيم ما ادري اخوي احمد كل يوم يثبت انه فقط اتى لبحث عن الشو في اشياء معينه ما ادري الى متى نهايه هذا الشيء بعض الناس يعتقد وصوله 90 يوم بتقديم فقره معينه هو خلاص وصل الانجاز ينتهى الموضوع لا اثبات اسمي ووصولي الى مرحله اني اثبت اسمي بين المقدمين سواء النقاد ولا مقدمين مطبخ ولا مقدمين فقره اخرى اثباتها في نسخ متكرره هنا الثبات الواضح على شخصيه ثابته اما تقديم نسخه وتروح كثير قدموا مطبخ كثير كثير تجلوا في المطبخ وكلهم وكلهم وفي ناس نسيوا وفي ناس ثبتوا اسمائهم ونقدر نجيب ناس جدد سهل جدا نقدر نصنع جدا سهل جدا وذكرنا كذا مره كذا متسابق ظهر من سكريبت من جنتل من بزنس وان من السوق اسماء اسماء كثيره يقدر يشيل الهواء وقد عبوا هواء كثير فقرات جميله راكان بن ملهي قد قدم المطبخ ساير ساير زايد بن سابر اتوقع لم تخلي الذاكره في جنتل احنا احنا الجعيدي كلهم احنا ما عندنا مشكله والله مساله انك تجعل نفسك اخر حبه والله اليوم اساء جدا المقطع ما رضينا باللي حدث على الاداره حتى المتسابقين مستائين يعني حتى الموضوع وصل للمتسابقين اللي تحاول تقبل وجهه انك تفكر قبل تتكلم او تفكر قبل تحط الفكره لا تحط الفكرة بعدين تفكر صحيح. والجمهور أيضا في آية في القرآن إذ تلقونه بألسنتكم لا تنصح بألسنتكم لا 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 هذا من باب أيضا الدخول في ما يلفظ من قول لديه ما يجهلون يا سالم لا لا يجهلون والله يجهلون أحيانا ما عليه أسامة معنا كلهم كبار أسامة يدافعون ويعرفون لكن الضيعة السلام عليكم أسامة السلام يا مرحبا شخبارك طيب طول عمرك الله يعطيك العافية أسامة طفشان من البرنامج لبيك طفشان من البرنامج